لاخ تمرين سكوات او العضله الاماميه للرجل لازم يكون الرجل على مستوى الكتف اذا انت بدك تشغل عضله اماميه، بعكس لو حمست الخلفي تكون واسع عشان تشغل عضله خلفيه. فاحنا بناخذ اليوم امامي نفس مستوى الكتف الارجل، الايد بمدها لقدام مش عشان عضلتي لا عشان التوازن بس. بسم الله نبدا. ثلاث عدات 12، يعني 12 عدة على ثلاث مجموعات.